لقب الأبوة أو حتى الأمومة تقدر تعطى لكل شيء، ولكن الحنان والحضن والاستقرار أو الاحتواء ما كيقدرش عليه أي أب أو حتى أي أم. معنى الأبوة لوليداتك ماشي غير فقط تكون ذاك الحيط اللي كيحميهم، ولكن الحضن اللي كيعطيهم واللي كيعطف عليهم واللي تيكون لهم أول حب في حياة خصوصا الأنثى. معنى الأمومة هو الحضن الدافئ للعالم كله كيأذيك كتلقى الركيبات نتاع ميمتك اللي كتسند عليهم وبكلامها كتقويك. هادشي اللي كنعرفو بطبيعه الحال، لكن في حكايه ليلى غادي نشوفو واش فعلا شيماء صاحبه الحكايه عاشت هادشي ولا عاشت فقط اللقب ديالو وعلاش. باش مشوفين وبقاو معنا في حلقه ليلى. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. اذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار كدائما وابدا دار دارك. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. كنت في عطله لي خفيفه، لا صراحه كانت مجبده الحمد لله. اولا وقبل كل شيء بغيت نقول لاي اخت لاي خاله لاي صديقه اللي تلقتني في هذه المده وسلمت عليا ودعمتني وشكرتني على المحتوى اللي كندير وشجعتني، شكرا لكم من القلب، شكرا لكم من القلب والله العظيم. الى بعض المرات كلمه طيبه بسيطه كتقدر تبدل لك النهار ديالك ولا ربما تبدل لك حياتك كامله. شكرا لكم دائما وابدا، ما نسيتكمش وكنت ديما كلنا كنفكر فيكم باللي انكم تكونوا قنطانين، وكانوا توصلوني تعليق نتاع بعضكم باللي انه توحشتوني، ولكن حتى انا راكم عارفين عمرني ما فرطت فيكم، غير كنت محتاجه انني نرتاح باش نقدر نجيب ايجابيه ونجيب طاقه زوينه. لانه بعض المرات فاش كتبقي كديري شي حاجه بلا ما انك تعطي واحد المهله لراسك كتولي كتخربقي. داكشي اللي حسيت به في الاونه الاخيره وتقدروا كاع تكونوا لاحظتوها. فشكرا لكم دائما وابدا، ما ترددوش في انكم تشاركوها مع احبابكم صحابكم عائلتكم خوتكم، لانه انا متاكده غادي تبدل فيكم بزاف ديال الامور في حياتكم من خلال حكايه الناس ومن خلال حتى قصص ديال الدين ديالنا. ارتحيت نفسيا، خديت طاقه ولا جرعه نتاع الايجابيه باش نجي عاوتاني نعطيكم شي حاجات اليوم زوينين ونشارك معكم حكايه اللي يعلمكم ويعلموني حتى انا معكم. نحن هنا للاستفاده وباش نتواصلوا مع بعضياتنا وما يجيناش الملل. غير ما تعطلش عليكم اكثر، ولكن ما تبخلوش عليا لتحت بواحد الضغط على زر الاعجاب اللي ما كيكلفكم حتى شي مجهود، لانه هاد الايام القناه كانت ناعسه. لان نحركوا عاوتاني شي شويه، غير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا شيماء، في قصة غادي نعاود لكم كيفاش والديا تلاقاو وشنو وقع بالتفاصيل الى قصتي اليوم. ماما وبابا كانوا خدامين في نفس الدار نتاع واحد الناس، بابا كان عساس وماما كانت مكلفه بالكوزينه. غادي تعرفوا على بعضياتهم، تباغوا، خصوصا انه بابا كان تيبغي ماما، وماما كانوا عندها سبحان الله عقد نفسيه من طرف العائله ديالها اللي كان باهم انا ذاك مكرفس عليهم وكانت مربيه غير من دار لدار. صراحه الام ديالي مسكينه كانت جامده نوعا ما، ما كانش كتخرج المشاعر ديالها بسبب المشاكل اللي عاش في صغرها، ولات عندها شخصيه اللي كانت في شكل. بابا كان تيبغي ماما بزاف، وبقوه الحب ديالو ليها كان بدا كيشك فيها، وهي اصلا كانت كتعمد انها دير شي حوايج اللي كانوا هو تيخليوه انه يشك فيها. جابتنا لحد الحياه انا واختي، وكانت مره فاش كانت تناقش مع بابا كانت كتهرب. بابا بدينا كنكتشفوا بلي انه كيتعاطى المخدرات، وكنت نعقل بلي انه كان تيخرج للزنقه تيقلب اعز الله قدركم في الطروات ديال الزبل، وفاش كيجي كان كيضربنا وكيحرقنا اذا درنا ابسط حاجه. مثلا انا وتيهز الموس كيسخنوا وكيحرقنا به، ومع انا كنت ضاسره فاش كنت صغيره كان تيأذيني بزاف. اما اختي كانت خوافه، اختي اللي كانت كبر مني بعام كان ديما تيقول ليها بابا انت كدابه بحال امك وفعله بحال امك، ديما ربطها مع امي بشي حاجه اللي هي خايبه. واحد النهار كانوا جاو عندنا عماماتي جابوا لنا الماكله ومشاو فحالهم. فاش جا بابا ما عرفش شنو اصلا علاش ناض المشكل، لانني كنت صغيره وبزاف. المهم كانت ناض شي حاجه بينه وما بين اختي اللي كان سولها على شي حاجه. باقا كنعقل انا ذاك جاب البوطه والموس وحرقني من يدي وهي بقات يضربها. انا كانوا تيقولوا لي بلي انا اختي كانت كتعاني من مرض القلب، ما عرفش واش بصح. المهم اللي كنت عارفه بلي انه بابا ضربها مزيان هلكه، وفي واحد اللحظه تزوات وهنا بالخلعه نضعتها انها تشرب الماء، تخنقات وماتت قدام عيني. تلفنا او بالاحرى تلفت، ما عرفتش شنو غادي ندير. اول مره كنشوف داك المنظر وانا باقا مازال صغيره، نقدر نقول لكم 5 سنين ما بقيتش عاقله. غادي يهرب وغادي يخليها ليا تما مجبده. مشى عند واحد عمتي اللي كانت ساكنه قريبه لينا، وكانت تيسولها فين هي بنتك فلانه، واش عندها تصور فلانه مرتي. شويه بدا تيقول لها انا راني قتلتها. بالصدمه بدا كيدخل وتيخرج في الهضره، ومن تما غادي يهرب لواحد البلاصه في العروبيه ومشى عند عمتي وحده اخرى
اللي بدا كيقول ليها بلي انا راني قتلتها. فهاد اللحظه جاو عماماتي كيجريو لعندنا وبلغوا البوليس ومشاو قبضوا على با اللي تحكم عليه انا ذاك بالمؤبد. ماما ما كناش جايبين ليها خبرها فين هي ولا حتى فين مشات، المهم كانت هربانه. عماماتي عيطوا عليها في التليفون ديالها وقالوا ليها اجي تحضري الجنازه ديال بنتك لانه ماتت. تخيلوا معايا، ماما جاوبتهم بواحد الطريقه اللي كانت مستفزه، قالت لهم انا ما بقاش فيها هي اللي ماتت ولكن بقى فيا هو اللي حط راسو في داك الموقف. ما توقعتش وقالت لهم ما عنديش كيفاش ندير نخرج من عند هاد الناس اللي انا خدامه عندهم وما يمكنش نخلي الدار بوحدها ليهم. تعاملت ببرود. دازت المده حتى كانت تفاجئوا بلي انا والبوليس جاوا لعند واحد عمتي اللي مشيت نعيش معها وكنت انا ذاك واقفه قدام الباب. قالوا لعمتي راه عندك استدعاء باللي انه راكم مختطفين البنت نتاع خوكم وباللي ما مخلينش الام ديالها انها تشوفها، وهي اصلا الام ديالي ما جاتش لعندهم باش انها تطلبني تشوفني. من نهار راسها النيشان مشات لعند البوليس. كنت بقى كنعقل انه عمتي هزوني من الزنقه وطلعوني نيشان الكوميساريه حيت انا كنت بقى صغيره بزاف وكنحس باللي انني كنت محتاجه لماما. طلعت وبداو كيسولوني شويه. قالت لي ماما انت كبنتي وتقراي وتقلتي معايا؟ قلت لها اها. قالوا لي البوليس واش تبقاي مع عمتك ولا تمشي مع ماماك؟ قلت لهم نمشي مع ماما بحكم انا كنت صغيره، باقا صغيره بزاف، واي واحد في ديك الوقيته وداك السن كان غادي يخسر الام ديالو. قبلت انني نمشي مع امي، وكانت انا ذاك خدامه عند واحد المراه اللي كانت كبيره بوحدها في الدار، وكانوا عندها ولادها اللي كانوا كبار عايشين بعاد عليها وهم اللي كانوا تيصرفوا عليها. جلسنا معها لمده عامين وماتت، وانا ذاك انا كنت كنمشي للمدرسه، لكن غير هي ماتت ديك المراه غادي تبدا الماساه ديالي من عالم واحد اخر. انا ذاك كنت كنعرف بنات صحاباتي كنت كنلعب معاهم، ماما غادي تصاحب مع الامهات ديال دوك صحاباتي، غادي تلقى شي خدمه في مدينه واحده اخرى وما كانش يمكن ليها انها تديني معاها، فغادي تقترح عليها ام صاحبتي علاش فلانه ما تشوفيش شي ناس تخلي معاهم بنتك يربيوها ويقريوها، وانتيا سيري تخدمي وبقاي تشوفي بنتك من العيد للعيد من عطله لعطله. وافقات ولقاو ليا واحد البنت اللي غادي تديني عند والديها اللي غادي تكرفصوا عليا بزاف. غادي يوليو كيوكلوني في الكوزينه وما كانوش كيخليوني انني نجلس معاهم في الطبله، كانوا كيضربوني وانا مازال باقا صغيره وبزاف ديال الامور، يعني وانا باقا صغيره وبزاف، يعني كنت في اولى ابتدائي. هاد العائله كانت متكونه من البنت اللي داتني ووالديها وزوج خوتها اللي كانوا دراري. في الاول كنت كنعس حدا ديك البنت في بيتها، كانت كتفرش ليا الام ديالها في الارض، وشي مرات كانت كتهبط ديك البنت كتنعس حدايا. في ديك الوقت انا ما كنتش كنفهم الخايب والزوين حتى كبرت وفهمت باللي انا وديك البنت راه كانت كتحرش بيا. ما تصدموش ولكن هادشي راه بصح. البنت كانت كبيره وبزاف عليا، ومع الصغر ديالي ما ديتش ما جبت، ولكن بعد فهمت بلي انه بصح كانت كتحرش بيا. دازت المده وكان عندها واحد خوها صغير ديما كيتحرش حتى هو بيا، حتى هو فاش ما كيكونوش والديهم. حتى لواحد النهار كنا في البلاد ديالهم في العروبيه، حيت كل صيف كانوا كيمشيو كيسافروا للعروبيه، فكنت كنمشي معاهم بطبيعه الحال. حتى لواحد النهار خوها نفسه غادي تكرفس عليا، وهنا فين فقدت العذريه ديالي. كنت بطبيعه الحال كنخاف منهم كاملين وبزاف لانهم كانوا تيعنفوني، لدرجه انا واحد المره كنت شفت الموت ما بين عينيا في واحد الحاجه اللي هي بسيطه. كانت بنتهم سخرتني وخوها قال لي علاش تسخرتي، وهنا فين بغاو يدابزوا ويتناقشوا مع بعضياتهم، وانا حيتاش كنت في الوسط ضربوني. هاد البنت كانت صحيحه وغليظه، ضربتني الكرشي وانا كنت رقيقه وصغيره، تزويت وتقطعت فيا النفس. هزوني بداو كينفضوني عاد باش رجعت ليا النفس، ولكن بقيت عايشه معاهم نفس القصه نتاع انهم تيضربوني. داك خوهم اللي كان سبب انني فقدت العذريه ديالي من بعد داك الحدث عمرو مازال ما تجرأ عليا، لانه ببساطه ماشي خاف ولكن ما كانش يلقى الفرصه. حتى لواحد النهار ما كانتش العائله وكانت غير بنت صغيره معاهم اللي تبناوها شي وحدين من عائلتهم وجاو خلاوها معايا، فبقيت كنلعب معاها غميضه وغادي نتخبع، وهنا في لقيت داك خوهم غادي يزيرني حيتاش لقى الفرصه وطلب مني شي امور انني نديرهم، والا غادي يمشي يفضحني عند والديه بلي انا راني هرست واحد اللعبه وغادي يحصوني مزيان وينتقموا مني. وحيتاش كنت باقا صغيره وكان خاف وكانوا كيضربوني الضرب نتاع الكبار غادي نلبي الطلب ديالو. لغت ليه عاودت لصاحبتي بلي انه هاد الناس اللي متبنيني راه مكرفصيني، اقترحت عليا انني نمشي معاها، فاش هما شافوني تعطلت بداو كيقلبوا عليا. انا فاش مشيت مع ديك البنت للدار كانت عندها جدتها كبيره وكانت صعيبه،
وعاودت لها على دوك الناس اللي كنت عندهم واللي كانوا معروفين في ديك المنطقة. غادي تعيط لهم وجاو مرايا بالليل علما أنني طلبتها عافاك نخدم عندك نغسل لك الماء ندير لك اللي بغيتي غير أنا ما ترجعنيش عند دوك الناس. ولكن عيطت عليهم وجاو هزوني. أنا قلت لهم بلي أنا ولدكم شو تيدير ليا وشنو أصلا دار ليا. طلبت منهم أنهم يعيطوا لي على ماما. هما هددوني بلي أنه ما تبقيش نقول لها التخربيق. عيطوا على ماما وقالوا لها أجي تدي بنتك ولا غادي نحطوها لك في الخيرية. ماما جا سدتني وما سولتني ما قالت لي حتى شي حاجة. ما عرفش الحوار اللي داز ما بينها وما بينهم حيت فاش جات خرجت على برا وبقات هي لداخل كتدوي معاهم. جات لعندي عادي بحال ما وقع والو. وانا ذاك كان اخر سنه فداتني عند واحد الاستاذ للدار ديالو. خدينا النتيجه ديالي ونجحت باش انا نطلع للثالث. مشينا رجعنا عند ديك صاحبه ماما اللي هي في الاصل مت صاحبتي القديمه. رجعنا جلسنا معاها في الدار وبقات ماما كتقلب على خدمه حيتاج عندها الصنعة كانت دغيا كتلقى الخدامي. فهي في بلاصة ما أنها تهزني وتمشي تكري في شي بلاصة ونمشي أنا نقرأ بقات كتقول لديك صاحبتها أنا خاصني نقلب فين نحط شايبة ما يمكنش نهزها معايا فين ما مشيت. شو غادي تدير في نظركم؟ بحكم أنني دخلت للثالث في واحد المدرسة اللي ماما كانت كتعرف فيها الكاتبة اللي غادي توسط قالت لها غادي نشوف لك واحد الأستاذة اللي كانت أصعب وحدة في ديك المدرسة وغادي نمشي عندها للدار باش أنني نستقر معها واللي غادي تدوز عليا حتى هي جميع انواع العذاب. كانت صارمه في دارها وحتى في خدمتها واخا ما قريتش عندها كانت كتكرفس عليا بزاف. تخيلوا معايا دي استاذه خاصني ندير الشغل نطيب ليها وانا مازال باقا صغيره ومن عندها تقريبا بديت كنتعلم انني نطيب. فاش انا تنكون خارجه مع 12 وهي داخله مع 12 كنلقاها كاتبه ليا واحد الوريقه موجوده فيها المقادير والطريقه نتاع الطياب. دوزت دوك الايام كاملين فيهم غير كتكرفس عليا ديك الاستاذه. وحيت كبرت شي شويه بديت كنهرب عند ماما اللي كانت قريبه ليا وكتشدني وكترجعني والطريق كلها وهي كتبقى كضرب فيا قدام الناس وهما كيبقاو كيشوفوا. فاش هي كترجعني عند ديك الاستاذه حتى هي كانت كضربني من جهتها. تخيلوا معايا غادي يدوزوا عليا شهوره كحل فيهم خاصني نقرا مزيان وما كنعس حتى انني خاصني نغسل الماعن. نفسيتي ما كانش صراحه مزيانه بحكم داكشي اللي كنت كنعيش فما قدرتش انا نجيب نقطه مزيانه في الثالث. وعاودت لي ديك الاستاذه اللي كانت كتربيني العام. كنت كندخل مع زوج ديال الافواج يعني كنت كنقرا من 8 حتى ل 5 ونجي للدار وندير الشغل. عمركم سمعتوا شي طفل دخل في اكتئاب وهو باقي مازال صغير؟ دخلت فيه وانا في الثالث. كنت كنعس في القسم بزاف لانه بالليل كنت كنبات كنبكي لانني كنتفكر اختي كانت توحشها وكان عند بالي بلي انه بابا راه مات حيت هو فاش دخل الحبس ماما قالت لي راه مات. عمرني سمعت ما تفكري والو حنا راه معاك امي هي الاخرى. عمرني ما سمعتها من عندها. امي كانت كتعرفني غير نهار السبت كتجي كتديني القيل معاها ونهار الحد كتجي كترجعني. واخا كانت كتشوف المعامله ديال ديك الاستاذه اللي كانت خايبه لدرجه انه كانوا تيجوني الحلاقم اللي ما هو التاني ما كنقدرش ندوزو وعنقي تيكون منفوخ. جات واحد النهار باقا كنعقل ماما ولقات ديك الاستاذه دايره ليا كرسي الله يخليكم كنغسل الماعن بديك الحاله ديال المرض وما شاريه ليا لا دواء لا والو. وماما غادي تصرف عادي كانه انا ماشي بنتها. انا كنت نقول صافي ملي ماما شافتني في هذه الحاله محال تخليني مع هذه الاستاذه ولكن صدقات ما داتهاش فيا. المهم قريت حتى وصلت للسادس وهنا فين بدات كتجيني المراهقه. بديت كنتمرد على اي واحد واي حاجه طاحت ليا في راسي كنبغي نديرها. المهم داك العام ديال السادس فاش انا نجحت ديك الاستاذه صيفطاتني المخيم لمده 15 يوم تما فين تعرفت على واحد الصديقه اللي من بعد المخيم بدات كتجي لعندي للدار. وما بقيتش عاقله واش كانت عندها علاقه بهذه الاستاذه وعائلتها. المهم كانت كتلعب ليا براسي مزيان. يلا نخرجوا بزوج راه عائلتي حتى انا كيتعدوا عليا. واتفقنا اننا نمشيو نهربوا بزوج لمدينه واحده اخرى. بقينا كنتجلقوا في الزناقي وغادي يشدونا شي دراري تكرفصوا علينا وجاو عندنا البوليس شدونا لانه كان مدير بينا بلاغ باللي انه اختفينا. غادي يجي واحد السيد نائل ديك الاستاذه اللي عندي وغيديني نيشان عند ماما. انا داك كاع حوايجي بقاو عند ديك الاستاذه اللي ما بغاتش تعطيهم ليا. وماما داتني قيدتني في واحد الاعداديه. الغلط الكبير اللي دارت انها في الاعداديه مشات دوات مع الحارس العام وقالت لي بلي انا ورا بنتي شيماء كانت هاربه من الدار داكشي باش ما قيتهاش بكري. هو بحكم انه سمع هادشي قال ليها غادي تمشي ديري ليها شهاده طبيه عاد جيبيها. فعلا مشات دارتها ليا على اساس بلي انني عذراء ولكن دارتها ليا بدون فحص. وانا على يقين بلي انه فرصها كلشي وعطوها فلوس باش انهم يسكتوها لانه طراو بزاف ديال الاحداث اللي فيهم ما كانش محتاجه انها تعرف. طلعت لسبعه ما بغاتش تشري لي لا كتوبه لا حوايج والبنات اللي كنت كنتعرف عليهم هما اللي كانوا تيعطوني الحوايج والكتوبه.
كنت كندخل بلا بيهم وما كان عندي حتى شي حد اللي نقدر نقول ليه اعطيهم ليا. ملي شفت راسي انني كندخل والاساتذه تيقولوا ليا فين المحفظه ديالك، فين هما الكتب ديالك، واش ما عندكش امك ولا باك، كانوا كيشوهوني قدام التلاميذ. واحد النهار كتبت لواحد الاستاذه في ورقه بلي انه ربا ميت وما عنديش اللي يشري ليا الكتبه. تخيلوا شنو غادي دير بدون انسانيه. هزت ديك الورقه وقالت لي قدام التلاميذ خرج من القسم. ومن هذيك عمرني ما رجعت باقي انني نقرا. الاستاذه كانت كفيله انها تخرج لي على قرايتي. فهاد المده ماما كانت تعرفات على واحد السيد في الحرام، بقات عايشه معاه في علاقه ديال الحرام، وهو كان مزوج وعنده مرته الاولى اللي ما كانش كتولد، فربوا واحد البنت اللي كبرات وزوجوها وصاف. وكيف ما كان كيقول هو كانت كتقول ليه مرته شوف شي وحده ولد معاها وجيب لي الولد ولا البنت انا اللي نربيه. هو فاش تعرف على ماما ولاو عايشين مع بعضياتهم، حملت معاه بنت اللي كانت بغات تسميها بسميه اختي الله يرحمها. ولكن انا ذاك كنت ضد الفكره، انا ذاك هددت امي اذا سميتيها بسميه اختي غادي نشدها ونسيبها من السطح. هي كان عند بالها بلي انه بصح غادي نقدر ندير ديك القضيه، فولات كتكرهني. ديك الهضره كنت نقولها غير هكا غير حيتاش ما كنتش باغا لي نشد بلاصه اختي الله يرحمها، كنت مازال باقا صغيره. دازت المده وبحكم اننا كرينا غير بيت والخليل ديال ماما ما كانش يلقى فين يجلس معاها الراس في الراس، فكانت كتسخرني. وفاش كنرجع تخيلوا معايا كنلقى الام ديالي البيت كتسدو عليا. فاش كنبقى كندق كتقول لي سيري شوفي فين تمشي. بقيت مدة وانا كندوز الليل في الدروج، وهي كتنوض مع 6 ولا مع 7 كتخطاني وكتمشي كتخدم وكاع ما كتسوق ليا شنو كليت ولا شربت. وكان البرد انا ذاك اللي تسبب ليا من بعد في الروماتيزم. المهم مشيت عند واحد البنت اللي كانت صاحبتي، كنت نلعب معها فاش كنت ساكنه عند ديك الاستاذه. مشيت جلست معاها وكانوا عارفين الظروف ديالي وخلوني معاهم والديها لمدة سيمانه. ولكن الام ديالها كان عندها واحد الولد اللي ديما داير ليها المشاكل وديما تيجيو البوليس، حتى غادي يقولوا ليها بلي انه ما تخليش ديك البنت البرانيه انها تجلس معاك، راه شي نهار غادي يجي يتعدى عليها ولدك وتدخل في شي مشاكل، سيري ديها شي خيريه ولا شوفي معها شي حل. طبيعه الحال جات عندي وقالت لي ابنتي انا راه الدري عندي شنو كاين وشنو كيدير، ولكن ما تخافيش انا غادي نعاونك بما انه امك ديما مجريه عليك، سيري دعيها واكيد انه البوليس غادي يلقاو لك شي حل، غادي يدوك لشي خيريه فين تاكلي تشربي معززه مكرمه. انا فاش سمعت هاد الهضره فرحت وقلت اللهم الخيريه ولا الحياه اللي انا عايشها دابا. مشينا عند البوليس ديكلارينا بماما وعاودت لهم كل شيء وداوني للكوميساريه الكبيره. طلعت عند وكيل الملك وقالوا لي غادي نديوك الخيريه. فعلا مشيت على اساس الخيريه حتى كنلقى راسي بلي انني في الاصلاحيه. لقيت بنات اللي يديهم مضروبين، بنات اللي كيتعاطاو كلهم اقل من 18 سنه، غادي ندوز العذاب تما. كانوا كيطيحوا عليا الباطل وكانوا تيلوحوني من الدروج. حتى لواحد النهار جاني نهير عصابي، بديت كنغوت وتنقول يا ربي راك خلقتيني غير باش تعذبني، وبديت نغوت ونستغفر الله. جاتني وهنا فين جاتني واحد الفكره، فكره اللي بها نعتق راسي، غادي نخلي حتى يوصل العيد الكبير وغادي نصوني على ديك المراه اللي قالت لي ديكلاري. وقلت لها عافاك خالتي راه العيد الكبير دابا وغادي نبقى بوحدي هنا، جيبيني ندوز معاك هاد العيد ولا ومن بعد رجعيني ولا سيري عند ماما في بلاصه الفلانيه دقي عليها وقنعيها. فعلا مشات لعندها وقنعتها وجات خرجتني ماما. ماما ديك الساعه كانت فرحانه قالت لي هانتي جالسه هنا، انا راني هضرت مع المدير غادي ندخلك للقرايه ونبدا نجي لك كل ويكاند نطلع لك حتى تكملي 18 سنه وتخدمي على راسك. عجبها الحال حيتاش شافتني ما غاديش نبقى جالسه معاها، وحتى انا قنعتها بلي انا واجبني الحال وكيتهلاو فيا غير كذوب غير باش انني نطبق داكشي اللي في راسي. داتني النيشان لواحد سوبر مارشي وبقات كتشري ليا في الشكالط وكاع داكشي الزوين اللي ندي معايا. من بعد هي قالت صافي الله تهنيت من بنتي شيماء. دوزت معاهم دوك الايام وداز العيد، وفاش قربت ترجعني الاصلاحيه هربت ليها وديت لها التليفون ديالها. بقيت جالسه في الزنقه وما لقيت فين نمشي ورجعت لعندها ورجعت لها تليفونها. دويت مع مولات الدار انني نبقى نبات عندها غير في الدروج، وهي تقول لي مسكينه اجي نهبطك عندي جلسي معايا مع ولادي. وكان عندها راجلها ما كيشوفش وعندها بزاف ديال الوليدات وما فحالهمش، وداك البيت اللي كانت كاريه الماما ما كان تيدير لها حتى شي حاجه. مده وانا جالسه معها واقترحت عليها اننا نمشيو نقلبوا على عائله با. مسكينه قلبات معايا في المقاطعات في كاع البلايص تطحنا على الدار نتاع عمتي. تلاقيت بها وعرفت شنو وقع وبدات كتبكي. شدتني نعيش معها واقترحت عليا انني ندخل نقرا، لكن رفضت لانه ما رضيتش نقرا مع تلاميذ انا فايتهم 3 سنين. جاتني صراحه قاصحه. وانا فاش كنت في الاصلاحيه كنت كنشوف البنات كيجيو ليهم الدراري من الشرجم بالليل وكيعطيوهم سجائر،
فانا كنت كنشوف داك المنظر وكنت نقول هادشي راه شي حاجه زوينه. فحتى انا كنت بتخبيه مره اذا لقيت شي غفله كنت كنتعاطى ودوسها على عمتي مسكينه. عمتي اللي تلاقيت بها في سن المراهقه ديالي، السن اللي فيه بغيت نضحك نخرج نتلاقى بالناس ونسهر ونتعاطى، كان كيدور ليا في دماغي بلي انه الحل والسعاده هو النشاط، وما كنتش كنتقبل بلي انا وعائله بابا يزيروني. المهم تفاصيل كبيره اولا كثيره اللي كانت دازت انا ذاك، غادي نتعرف على عائله با كلها، طلع لي الدم من عمتي اللي كنت معاها الله يسمح لي واللي كانت باغا غير مصلحتي. فمشيت للبلاد عند عمتي وحده اخرى اللي بحال الام ديالي، لانه كانت مرضعاني، وصراحه عمرني ما حسيت براسي غريبه ما بينهم، ديورهم كانهم كانوا ديوري، وكنت كنتصرف عادي لدرجه كانت فيا قاعده انني ناكل بالليل، كنت كنحل الثلالج وندير اللي بغيت وعمرهم ما حاسبوني. المهم تعرفت مع بنات خارجين على الطريق، هزيت حوايجي ومشيت نعيش معاهم، وحيت ما خاسرين والو قبلوا بيا وبديت كنخرج معاهم ونتعرفوا على الدراري وانا غادي نخرج رجلي للهاويه. ديك الوقت عائلتي ميكو عليا حيت كانوا كيشوفوني انسانه اللي هي فاسده، وانا اللي خسرت ديك الطريق بيدي. تعلمت انني نصب على عباد الله، فاش غير في الكار والشراب غير باش نهلك صحتي عزكم الله. وقع مشكل وما بقيتش مفاهمه مع دوك البنات، ومشيت عند بنت عمي اللي كانت مطلقه وعندها وليدات وكانت فاسده، فكانت كتخليني انني ندير اللي بغيت. حتى لواحد النهار هزت حوايجها وسمحت ولادها وخلاتهم ليا ومشات لمدينه واحده اخرى، بقيت هزاهم ليها حتى رجعت. واحد ليله تقلبات عليا، هزيت حويجاتي وزدت في حالي كل مره وفين كانت تلاوح. المهم باختصار من بعد بزاف ديال التفاصيل بديت نوعا ما انني غير كنتقم من راسي، وهنا بدات كتدخل ليا الفكره بلي انني خاصني نجمع راسي، خاصني نخدم ونطور من حالتي، ولكن الخدمه اللي لقيت ما كانش كتعجبني وكنت كنتحقر. هادشي كامل وراني مازال ما وصلتش للسن القانوني حتى ديال لاكارت. باش مشيت عند واحد عمتي لمدينه واحده اخرى، كنت كنشوف واحد الولد نتاع الحومه اللي كان خدام على راسو زوين، تبادلنا النظرات. وبما انه وعائلته كانوا كيجيو لعند عمتي للدار، سمعتهم واحد النهار قالوا ليها ما كرهناش فلان يكون لبنتكم شيماء، وانا هنا فين مشيت غادي ندبر على الفيسبوك ديالو. زعمت بقيت كندوي معاه، ولكن مع المده عقليته ما عجبتنيش، ولقيت باللي انا حتى هو مره كيخرج كيزها عزكم الله، مره كيشرب وما عجبنيش داكشي، بقيت كنبعد عليه. مشى عند عمتي قال ليها والو انا راني بغيت بنتكم شيماء وبغيتها المعقول. هي عصبها بقوه الهضره وقالت ليه راه شيماء بهذا المصطلح غير ساقطه، قالتها بلا هوها. انا فاش سمعتها صراحه تصدمت وقلت صافي راه هاد عمتي ما كتبغينيش وما عندي ما نزيد ندير معاها، وبقيت غير ساده عليا. حتى جات عمتي قالت ليا اذا بغيتي تخرجي القرار ديالك اللي عجبك ديري. فعلا خرجت تلاوحت وتعاطيت من اول وجديد، ولات حالتي حاله. درت الصنعه وخدمت ومشيت كريت بيت وفرشتو، ولكن لقيت بلي انه ديك الصنعه ما غاديش توكلني خصوصا وانا بنت. الواقع كان حاجه واحده اخرى، ما قديتش على داك الشيء خصوصا انني كنت مولفه ناخذ الفلوس بكتاف اللي هما باردين. جلست وفقدت الامل ومولات البيت بغات تجري عليا، وبما انني كبرت وعرفت بلي انه با راه ما ماتش ولكن في السجن وكان تيخدم فيه تما، غادي نمشي نشوفو غادي يعطيني 1000 درهم اللي غادي نكري بها من اول جديد. خرجت للزنقه واللي لقيتو تنقول ليه خاصك مساعده للدار كان كيديني، ربي كان تيسر ليا ورجعت لطريق مولانا. وهنا اكتشف بلي انا ربي ما تيخلينيش وقت ما دعيتو ووقت ما احتاجيتو. حتى لواحد النهار بديت كنقلب في الجروبات نتاع المدينه فين تنسكن، وغادي يطلع ليا المنشور ديال واحد السيد تيقول بلي انه الشركه ديالنا كتقلب على خدامه. تواصلت معاه قال لي انا راه غير خدام هنا، والاداره وصوني انني نتلاقى ليهم شي حد اللي يخدم معاهم. وبما انك بنتي ليا راكي بنت الناس غادي نقول لك شنو غادي ديري باش انك تخدمي. فعلا جمعت الاوراق ديالي ودفعت وخدمت مخيره وبصالير اللي كان زوين. مشيت كريت بوحدي من اول جديد، هاد المره ماشي مع البنات، بديت حياه جديده كنتهلا في راسي وليت كنعزل صحابات الزوينات اخلاقيا. بقيت هكاك لمده عامين، وهنا فين غادي يجي العوض، غادي نتلاقى بواحد السيد عن طريق صاحبتي اللي اصر انه يتعرف عليا. بقينا كنجمعوا غير من مواقع التواصل مده حتى جا النهار اللي غادي يطلب مني اننا نتلاقاو فيه. تلاقينا وبدا كيعرفني على راسو وانا غير كنسمع فيه. انا ذاك كنت حبست البليه وديتها في راسي وخدمت، وكنت محتاجه ندخل في علاقه جديه ديال المعقول. هو تيهضر وانا تيدخل ليا لخاطري، متخلق تيصلي تيدير الرياضه خدام على راسو كيكافح، وقلت هذا هو ولد الناس وعندو ما شاء الله حقه في الزين، غادي يبدل فيا بزاف ديال الحوايج اللي عمرني فكرت انه ما يتبدلوا. نقص مني الاعصاب وليت مهدنه، وشافاني نوعا ما من الماضي ديالي اللي عاودته ليه بكل ما فيه. وحتى انا بدلت فيه شحال من حاجه، استمرت العلاقه ديالنا عامين وبداو كيوقعوا ما بيناتنا المشاكل. وهنا فين قلت ليه اذا كنتي باغيني الزواج اجي لدارنا،
اذا لا السلام عليكم. قال لي لا راني بغيتك ولكن انا حاليا ما جامعش وما عنديش شي عائله اللي تعاوني باش انا ندير لك العرس. جيت من الاخر وقلت ليها فلان انا الماده ما محتاجاهاش وما كتهمنيش. قال لي منين هكا جمعي وراقك بنت الناس غادي نتزوجوا. فعلا تزوجنا وما حضر حتى شي حد من عائلتي من غير واحد عمتي. الام ديالي ما كانتش باغا تحضر، كانت كتقول لي نسيني وعيشي حياتك وما عندك ما ديري بيا انا ما صالحاش. عائلته ما عجبهاش الحال، علاش امي انا ما تحضرش، وانا فضلت انني ما شاركهمش القصه ديال حياتي، اختاريت انني نخليها بيني وبينه. سكننا بزوج في دويره على قدنا وتعاوننا، وكل مره بدينا كنفرشوا بشويه بشويه. انا اليوم في عمري 26 سنه. العبره من قصتي انه الانسان واخا يوقع عليه اللي وقع في هذه الحياه، اول واخر حاجه انه القرايه امر مهم في الدنيا، لانه ما حدنا تنزيدو كنكبروا والقرايه كتولي مهمه اكثر واكثر، وكتعطيك بلاصه وسط المجتمع ومع راسك. واخا توقع عليك ظروف وتخرج قبل الوقت وتحشي في شي فرصه صغيره ما تضيعهاش، واخا تعرف انك تضرب على راسك تماره الكحله وترجع تقرا. الحمد لله انني خديت ديبلوم تاع واحد الصنعه اللي ماشي هي اللي خدمت بها، ولكن عاوني اليوم انني نخدم في واحد الشركه بصالير محترم. حاجه اخرى بغيت نتكلم لكم عليها هي البليه. اياكم ثم اياكم والبليه، لانه ما فيها حتى شي نفع، من بعد غادي ترجع عليكم غير بالضرر في صحتكم. ربما تنسيكم بعض الالم غير ديال ديك اللحظه، ولكن عمرها ما غادي تداوي لكم الجروح الداخل اذا نتوما ما كنتوش مستعدين انكم تصالحوا معهم. بغيت نقول شكرا للراجل اللي عوضني على كل شيء في حياتي وحسن لي النفسيه ديالي. راجلي اللي كان عنده دور كبير في عقلي انه يولي ايجابي وندير مستقبل اللي هو زوين ورغم الظروف. الحمد لله انا اليوم بخير. هذه كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية شيماء يا سادة الكرام. جاتكم الحكاية ما تنسوش أنكم تخليوا كلام جميل شيماء أنه يعطي لها البهجة والسرور لقلبها، وتشكروها لأن شاركتنا القصة ديالها والعبرة منها. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلقوا ربما بعد الضي إن شاء الله. سلام سلام.